حياكم الله من جديد في مقطع لتحليل الأسهم. واليوم معانا سهم من السوق الأمريكي، وسهم معروف لنا كلنا اللي هو Apple Incorporation، شركة أبل AAPL. والسهم محبوب لدى الكثير مننا. ليه؟ لأنه تذبذب يعتبر أقل، ولما يرتفع يجيب ربح معقول وطيب لمن يتداول فيه. طبعا السهم مع ارتداد مارش السابق ارتفع من 150 دولار إلى 180 دولار ستريت شات، على ما يقال باللغة الأمريكية، اللي هو دفعة واحدة، يعني نسبة كبيرة من الارتفاع لسهم زي أبل. فالآن السهم قاعد يريح أو يجني ربحي، يعمل بول باك. طبعا هذا الفيبوناتشي ليفلز، ومتوقع أنه يستقر عند مستوى 61.8 اللي هو عند 161 دولار تقريبا، 160-161 دولار. هذا يعتبر انه المستوى الليفل اللي دائما يرجع لها السهم عند نسبة فيبوناتشي 61 بعد ارتفاع. طبعا زي ما انتم شايفين الان عندنا قناة هابطة او قناة هابطة مؤقتة، الخطين هذين، وتابعونا ان شاء الله بالقناة، راح احدثكم اذا انكسر الخط هذا سواء في الاعلى او للاسفل ان شاء الله. طبعا عندنا يوم مهم للسهم، متوقع أن يحدد اتجاه السهم الفترة القادمة اللي هو 28 أبريل، وهو يوم إعلان الأرباح. فأنا أنصح نفسي وأنصحكم أنه ما نقترب لأي سهم قبل يوم إعلان الأرباح، لأنه يكون التذبذب عالي جدا، ويكون نسبة المخاطرة عالية، ممكن فوق ممكن تحت، الله أعلم. فهذا الأسلوب من المتاجرة يعتبر ذو مخاطرة عالية، لا أنصح فيه. دائما انتبه ليوم الاعلان، وهو تقريبا 28 ابريل، بعد 10 ايام، الاسبوع القادم او الذي يليه يوم اعلان الارباح. فانصح انه التريث والانتظار حتى يمضي يوم الارباح، يستقر السهم، وتستطيع انك تبني قرارك بشكل مطمئن وبشكل واضح. انتهى الدرس، او عفوا انتهى التحليل لسهم ابل، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح يكون في تحليل لأسهم أخرى مثل كوالكوم، نيفيديا، مايكروسوفت، وجوجل، وكل الشركات إن شاء الله ننزل لها مقطع تحليل بشكل مستمر وبشكل دوري. فلذلك أنصحكم أنكم تعملون سبسكرايب، اشتراك القناة، تنشرون المقطع لمن تحبون، ولا تنسوا أن تعتمدون دائما على قرار البيع والشراء بما تخلصون إليه من قناعاتكم وتحليلكم الخاص. جميع ما يعرض بهذه القناة خبرة شخصية، يجب أنك لا تبني عليها قرارك في البيع أو الشراء. شكرا لكم، ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع تحليل قادمة إن شاء الله. مع السلامة.